سبحانه وتعالى هو التسليم والرضا بقضائه وقدره. نعم. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مع ربنا هو سلوك الأنبياء، هو شعار الأتقياء، هو طريق الصالحين، هو سبيل المتقين. الأدب مع الله تبارك وتعالى هو طريق النجاة، صحيح، هو الطريق الموصل إلى رضاه، هو الطريق الموصل إلى جنته. من أراد السعادة فليتأدب مع الله، ومن أراد الغنى فليتأدب مع الله، ومن أراد الأجر العظيم فليتأدب مع الله. ومين يقدر ما يبقاش متأدب مع ربنا سبحانه وتعالى؟ من كفر بي، أعوذ بالله. وهل خلت الدنيا من كافر؟ أعوذ بالله. من عصى، من نافق، من فجر، من طغى، من بغى، من قتل، كل ده قلة أدب مع الله. يعني كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ما هي مسألة إيه مظاهر الأدب، إيه مظاهر سوء الأدب، محتاجة نقف وقفة. يلا يلا بينا. أدبي مع ربي أصون قلبي من المأثورات، أدي واحدة. أصون قلبي عن إيه؟ عن أن يتعلق بغيره. صحيح. أدبي مع ربي أصون غضبي، أصون غضبي عن أن يبطش بغيري. أدبي مع ربي أصون شهوتي إلا على ما أحله الله. يبقى أنا عندي كده صيانة ثلاث حاجات، لأنه ربنا خلق في الإنسان ثلاثة قوى. ثلاث قوى. القوة الأولى قوة التعلق بغير الله، المجاهدة، إني أجاهد نفسي. أيوة، هقول لي معليك. قوة التعلق من القلب بغير الله نهايتها الإشراك، يا ساتر. أدي واحدة. اتنين، خلق في قوة الغضب، أنا غضوب نهايته القتل. خلق في قوة الشهوة، أكل وشرب وزوجة، نهايته والعياذ بالله الزنا. فالثلاثة دول أصول قلة الأدب مع الله. الإشراك، القتل، الزنا. طب الباب اتقفل؟ لا، ما اتقفلش. حتى لو حدث الباب مفتوح، ارجع هو منتظرك. قال الله عز وجل، ذكر الثلاثة، حكاية عن عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ده قتل، لا يزنون، ثلاثهم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أفلت؟ لا، ما أفلتش، باب مفتوح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أتأدب مع الله بصيانة قلبي، أتأدب مع الله بصيانة غضبي، أتأدب مع الله بصيانة شهوتي إلا على ما أحل الله، أتأدب مع الله بتوحيد الله، أتأدب مع الله بالرضا بالله والرضا عن الله والرضا مع الله والرضا لله، أتأدب مع الله بطاعته، أتأدب مع الله بشكر نعمته، أتأدب مع الله بأن أحبه وأحبب الناس فيه، أتأدب مع الله سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله عليك، ربنا يفتح عليك يا رب. آمين يا رب.